يا صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. فيديو النهارده بناء على طلبكم هنجرب مع بعض الكونسيلر الطبي من ماركة ديرماتيك، وده بيكون شكله. هكلمكم عن كل حاجة عنه بالتفصيل وعن الدرجات والمكونات وكل حاجة، وكمان هنجربه مع بعض عشان تشوفوا انتوا كمان شكله على البشرة، دمجه غطى الهالات اللي عندي ولا لأ. وكمان في اخر الفيديو هقول لكم رأيي فيه لما جربته، فضل معايا قد ايه، خطط شكله كان عامل ازاي. كل حاجة في الفيديو هتعرفوها بالتفصيل. اول حاجة زي ما انتوا شايفين، لو اخدتوا بالكم، انا مش حاطة اي حاجة على بشرتي عشان نجرب شكله. انا عايزة اشوف شكله لو هستخدمه هو بس في البيت عشان يداري شوية الهالات. انتوا عارفين الناس اللي عندها هالات وراثية زي، او هالات مثلا بسبب نقص فيتامين، حد عنده هالات والهالات يعني جرب فيها حاجات كتير وبرضه موجودة، وعايز حاجة تخلي شكله في البيت احسن، او تداري الهالات بحاجة طبية وتكون كمان بتعالج عشان يقدر انه يستخدمها يوميا. فمعظم اللي هيستخدموه مش هيحطوا ميك اب، يعني هيستخدموه في البيت، وبرضه الناس اللي عايزة تحطه على الميك اب. فعشان كده انا قررت ان انا اجربه معاكم من غير ما اكون حاطه اي حاجه على بشرتي، انا بس غاسله بشرتي وحاطه الساون بلوك بتاعي عشان انا بصور حاليا في النهار مش اكتر من كده. وحواجبي عاملاها بحنه، بحب جدا اني اعمل حواجبي بحنه عشان بتفضل معايا 3 أو 4 أيام شكلهم كويس بدل ما ارسم حواجبي كل يوم. وما حبيتش اني احط تنت، بس بعد ما هنستخدم الكونسيلر هستخدم كمان معاكم التنت ده، كنت لسه مشترياه من اتيود هاوس، اسمه دير دارلينج ووتر تنت، بس ما حبيتش احط اي حاجه عشان عايزين نشوف شكل الكونسيلر عامل ازاي على البشره من غير اي حاجه. العلبه اللي بيجي فيها الكونسيلر من ماركه ديرماتيك، وماركه ديرماتيك ماركه طبيه عندهم منتجات للعنايه بالبشره، وينزلوا منه درجتين. انا اشتريت الدرجه اللي مكتوب عليها وارم لايت، وعندهم درجه ميديوم لايت. بس عايزه اقول لكم على حاجه، خلوا بالكم درجاته غامقه جدا، فلو حد حتى بشرته اغمق من درجتي برضو ما يجيبش الدرجه الغامقه التانيه من عندهم. شكل الكونسيلر وحجمه 10 ملي، ودايما في العموم بيكون حجم الكونسيلر بين 5 و7 ملي، ومكتوب عليه ان المنتج خالي من ماده البارابين او اي مشتق لماده البارابين، وفي كافيين، وفي كمان فيتامين اي، وفي الهيرونيك اسيد والجليسرين والنياسينامايد والايرون اكسيد مغنيسيوم سلفات والتيتانيوم دوكسايد، ودي بس المكونات الموجوده فيه. شكل الباكجين زي ما انتم شايفين حلو جدا وسهل كمان في الاستخدام، وفي هنا فرشه عشان تستخدميه، وكمان هنا في زي سفنجة عشان تطبطبي. جربوا مع بعض. لو اخدتوا بالكم انا عندي هالات وهالات واضحه، لما حد بيسالني بيقول لي ايه افضل علاج مثلا جربتيه للهالات، زي ما انتم شايفين انا لحد دلوقتي ما عالجتش الهالات الموجوده عندي، فكان القرد نفع نفسه. فانا لحد دلوقتي ما لقيتش علاج للهالات، لاني انا عندي هالات وراثيه. يمكن انتوا اوقات بتلاحظوا ان الهالات مش باينه، لاني ما عنديش هالات في الجزء ده كله، عندي بس هنا ومن فوق، ما عنديش برضو هنا، عندي بس في الاجزاء الداخليه. فانا لحد دلوقتي لو شفت او لقيت علاج او جربت علاج للهالات اكيد هقول لكم، بس بصراحه لحد دلوقتي مفيش. فهبتدي استخدمه بالطريقه دي، احط اكتر على الاماكن اللي عندي فيها هالات، واحط شويه صغيرين هنا، نفس القصه بالنسبه للمنطقه دي، احط هنا، والجزء ده كمان عندي فيه هالات شديده جدا، وهحط هنا حاجة صغيرين. هدي بالاسبونج اللي بتيجي معاه ونشوف مثلا توزيعها حلو، وهل ممكن تشرب الكونسيلر او تخفف التغطية بتاعته. طبعا انا مجرباه، بس ايه، هجربه معاكم عشان تشوفوا بنفسكم. والناحية التانية هجرب ايدي ونشوف مثلا هي احسن ولا ايه بالظبط. عايزه اقول لكم ان الدرجه دي لو اخدتوا بالكم هي اغمق من درجه بشرتي درجه، عشان كده بقول لكم ان درجاته غامقه. كده انا طبطبت بيها كويس جدا، وهي بصراحه دمجته حلو جدا. ولو اخدتوا بالكم درجة الكونسيلر ده اغمق من درجة بشرتي درجة، بس مش مشكلة لان الدرجة على اصفر، فده هيكون كويس معايا جدا ان يتكنسل. نجرب الناحية التانية، هدمجه بصباعي ونشوف اي تغطية احسن.
رغم ان انا سبته شوية، بس بصراحة برضو مازال دمجه حلو. في انواع كونسيلر ممكن لما تسيبيها شوية تنشف ويكون دمجها صعب، وعلى فكرة انا اخدت كمية بسيطة مش كبيرة، فدمجه بصراحة حلو جدا. انتوا شايفين ايه رأيكم في الدمج او في شكله؟ مثلا شكله مدموج حلو وبيندمج بسهولة. على فكرة في البداية بتحس ان فيه ترطيب، بس بعد شوية منطقة العين بتشرب الترطيب ده ويبتدي يتحول لمات وينشف شوية في المنطقة دي كده. ده شكله بعد ما حطيته ووزعته. مفيش فرق بين الناحية اللي انا وزعتها بصباعي والناحية اللي انا وزعتها بالاسبونج، الاتنين بيوزعوا كويس ومش بتاخد من التغطية بتاعت الكونسيلر. ده شكله النهائي، واستنيت شوية عشان تشوف كمان شكله بعد ما بيندمج شوية او بيفضل مثلا 10 دقايق تحت العين، التغطية بيكون شكلها عامل ازاي، بتقل بتفضل زي ما هي. انتوا شايفين شكله طبيعي جدا على البشرة، رغم ان اغمق من بشرتي درجة بس مش باين لان درجته على اصفر وبتندمج مع البشرة وبتكنسل الهالات. هنقول كنسلة مش عالية، بس هنقول مثلا متوسطة زي ما انتوا برضو شايفين بالظبط. على فكرة انا الاضاءة عندي لونها ابيض فمش بتغير خالص الالوان. شايفين هو شكله طبيعي جدا كأني مش حاطة كونسيلر ومش باين ومدموج مع البشرة، بيندمج حلو جدا عكس يمكن الانواع الطبية اللي انا جربتها قبل كده بتكون مغيرة وباينة. هو لا، طبيعي جدا ومش باين. بالنسبة بقى للون الهالات، هو مش بيغطي الهالات بنسبة 100% لانه طبيعي وهو يعتبر حاجة لايت كده، فهو بيغطي مثلا هنقول درجتين، فطبعا بيكون الشكل ألطف وكمان طبيعي ومش باين وكمان حاجة طبية، فممكن تقدري انك تستخدميها في البيت يوميا. للدرجة على ايدي الدرجة على اصفر شوية، حاجة بسيطة اورنج، فبتكنسل حلو جدا. اكيد يعني هيكون في عيب، مش هيبقى كله مميزات، وده طبيعي جدا زي اي كونسيلر. فانا جربته بطريقتين، اني اثبته بلوس باودر واني اسيبه كده من غير ما اثبته. احلى حاجة فيه انه بينشف ويبقى شكله مات، فمش هيكون ملزق ولا مضايقك ولا اي حاجة، مفيش اي حاجة من الموضوع ده. مشكلته الوحيدة انه بعد شوية زي اي كونسيلر هيبتدي مثلا يدخل شوية هنا منه في الخط اللي هنا ويدخل شوية منه مثلا في الخط اللي هنا، بس مازال برضو حتى وهو داخل جوه الخط شكله طبيعي لان الدرجة بتاعته نفسها مساعداه، مش عامل خط ابيض شكله باين او باين ان في حاجة عندك مثلا داخلها في الخطوط. بس انا بفضل لو انت عندك خطوط جامدة، لا خدي شوية لوس باودر وطبطبي مثلا على الخط لو عندك هنا، على الخط لو عندك هنا، على الخط لو عندك هنا، هيفضل معاكي فترة حلوة جدا وفي نفس الوقت مش هيدخل معاكي في الخطوط. لكن لو انتي حد ما عندكيش خطوط خالص، لا ما تثبتوش خالص بلوس باودر، هو بينشف وبيبقى مات فمش هيضايقك خالص ولا اي حاجة، وشكله زي ما انتوا شايفين طبيعي. ودي شكل الدرجة على ايدي، وكمان هدمجها لكم على ايدي عشان اوريكم هو بينشف والدمج بتاعه حلو ازاي. وشايفين سايبينها من بدري فمازال برضو عادي، حتى لو سبتيه بيندمج برضو حلو، وبعدها بتبتدي البشرة تمتص ويبقى مات وشكله طبيعي. ده كان رأيي فيه وتجربتي معاه كل حاجة بالتفصيل. فانتوا برضو ايه رأيكم؟ واديكم شفتوا معايا شكله عامل ازاي. انا شايفة انه كويس بالنسبة لسعره، وحاجة طبية تقدروا تستخدموها يوميا، وحاجة للناس اللي زي لحد دلوقتي ملقتش علاج للهالات فبتضطر انها مثلا تستخدم حاجة يوميا في البيت تداري شوية عشان ما يكونش الموضوع مضايقها، فبرضو هتعتبر حاجة كويسة جدا. اوريكم برضو مثلا لو استخدمتوه وحطيته تنت في البيت، بس خليكم فاكرين ان التنت ده تكونوا مرطبين قبله كويس عشان بس ما يعلقش منكم، يعني لو حد بشرته مثلا جافة. ده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا، ولو حابين تسألوا عن اي حاجة اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا برد على كل التعليقات. شكرا ليكم ومع السلامة.